هكذا تعودنا أن تكون المواجهة مع سان داونز واحدة من أصعب المواجهات دايما الحقيقة على مدار تاريخ طويل، بقى واحد من دربيات القارة، وخصوصا أنه دايما الأهلي وسان داونز لازم يجوا في طريق بعض سواء في دور المجموعات أو حتى في الأدوار الإقصائية. لكن ما نقدرش ننكر أنه سان داونز دايما وشه حلو علينا، يعني نتمنى إن شاء الله في مواجهة السبت طبعا نتمنى أن التوفيق يكون معنا. مواجهة قدام عيون الجماهير هي المواجهة الأصعب في دور المجموعات، ويمكن ما احناش شايلين هم قوي ماتش القطن ولا الهلال زي ما احنا بنفكر في مباراه سان داونز، لان الحقيقه عنق زجاجه بالنسبه لنا، ومكسبنا ان شاء الله باذن الله يوم السبت يريحنا بشكل كبير ويدينا الافضليه ويصدر التوتر للهلال وسان داونز، يبقى واحد منهم يعني بيتصارع على الحصول على البطاقه الثانيه للتاهل. لكن بالتاكيد مباراه ليست سهله على الاطلاق، وهتتلعب على تفاصيل كتيره جدا، اهمها ازاي توقف خطوره سان داونز الهجوميه، وتانيها ازاي تستغل ضعف دفاعات سان داونز وتحاول تخطف المباراه. هنتكلم على ماتش سان داونز بعد فوز اعتقد كان ليه مكاسب كتيره جدا، حتى وان كان العرض والاداء غير مرضي بالنسبه لكتير من جماهير النادي الاهلي، لكن ده ليه اسبابه ومفهوم بشكل كبير ومقبول، لانه في بعض المباريات دي اللي يطلق عليها تكسب ولا تلعب. لكن الدفعه المعنويه، فكره انك انت تروح جنوب افريقيا وانت كسبان، فكره انك انت تحافظ على صداره الدوري بفرق 11 نقطه ان شاء الله بعد ما تلعب مؤجلاتك عن اقرب منافسين، كل دي مكاسب بتصب في مصلحتنا قبل ما تسافر لجنوب افريقيا. خليني قبل ما ارحب بضيوفي اقول عفوا انه زمن برشلونه، لان انا النهارده معايا اثنين مدريديين جامدين جدا بيشرفني في السادسه، بلال محسن واحمد مصطفى. مساء الخير يا بلال، مساء الخير يا احمد، اهلا وسهلا بيكم. مساء النور طبعا استاذ احمد، اهلا بحضرتك، وسعيد ان انا معاك ومع احمد طبعا النهارده. وريال مدريد لسه في قلعه البرنابيو في ملعبه وسط جمهوره رايحين اتلقى يعني لسه الشوط الاول، الشوط الثاني في الكامب نو، ملعبنا المفضل اصعب واصعب واصعب، ملعبنا المفضل بعد السوبر كمان، خد بالك لسه السوبر ما يعني ما نارو يعني ما بردتش، ما نارو ما بردتش، فلسه لسه في كلام، لسه في إن شاء كلام الله تاني، لسه في كلام، بس الريال هيكسب ان شاء الله في كامب نو، ملعبنا يعني المفضل. يعني اعتقد انه سيناريو صعب، بس من حقكم تحلموا، يعني ما اقدرش اقول لكم حاجه ثانيه كده. منورين الدنيا قبل مواجهه منتظره وصعبه جدا، كل عشاق وجماهير النادي الاهلي عينيهم على جنوب افريقيا، عينيهم على المباراه الاهم في دور المجموعات، مباراه اللي ممكن الى حد كبير جدا تحسم ان شاء الله باذن الله بايدينا، مش هنستنى حد تاني، تحسم تذكره التاهل، ولكنها زي ما قلت مواجهه من العار الثقيل. شايفين مباراه السبت ازاي؟ وشايفين فرقه سان داونز والطريقه اللي ممكن يكونوا حساباتهم بالنسبه لمواجهه الاهلي المصري ازاي؟ هبتدي ببلاك اتفضل. يعني يمكن زي ما حضرتك قلت كده، هاخد من كلام حضرتك ان مواجهه الاهلي وسان داونز السنين الاخيره اصبحت متكرره طبعا ودائمه، سواء في دور المجموعات او في الادوار الاقصائيه، يعني تحس ان احنا اشبه شويه بنلعب السوبر المصري لجنوب افريقيا مثلا. كل موسم لازم بقى مقرر علينا ان احنا الاهلي وسان داونز في ماتشين او يعني او ثلاث ماتشات في السيزون، ولكن الفريق البطل دايما ما بيهمهوش مين المنافس. يعني النادي الاهلي معودنا ان خلال مشواره زي ما حضرتك قلت وش سان داونز بيبقى حلو علينا، احنا تخطينا سان داونز في طريقنا في التتويج بالظبط في التسعة والعشرة، وان شاء الله ده يكون فقل حسن قبل مباراه السبت. مباراه السبت هي في رايي هي مباراه الموسم بالنسبه للنادي الاهلي، اهم واصعب لقاء هذا الموسم. يعني يمكن احنا زي ما بنقول كده احنا اللي صعبناها على نفسنا، واحنا ان شاء الله اللي بايدينا، واحنا اللي هنتمسك بكامل حظوظنا ان شاء الله. وهي صعبت علينا برضو يا بلال عشان ندي الفريق حقه بالظبط، عشان ما يعني لازم يبقى في نظره موضوعيه. الفريق خطف في فبراير مباريات صعبه جدا ومتواليه جدا، وكان في عدد ساعات سفر كبير جدا ورحلات طويله جدا، فانك انت تلعب مع ابطال قارات اربع ماتشات وتلعب ماتشين في دوري الابطال مع الهلال ومع سان داونز، بالتاكيد كان في فاتوره ارهاق لازم تدفع. ده بقى قدر، ده قدر الفريق الكبير دايما والفريق اللي بيبحث عن الالقاب. يمكن في فرق منافسين لينا هنا في مصر بيشاركوا في بطوله او في بطولتين في الموسم، ولكن لو جيت بصيت لكم البطولات اللي النادي الاهلي كان بيشارك فيها، لدرجه ان معظم الناس طبعا تلقت خبر اعتذار النادي الاهلي عن البطوله العربيه بترحاب شديد جدا، لان الوقت والمجهود ما كانش هيسمح للنادي الاهلي باكتر من كده، خاصه كمان ان احنا لسه في انتظارنا بطوله السوبر ليج، ودي تحدي كبير جدا بتقام لاول مره مع انديه كبيره، فكل التحديات دي النادي الاهلي قدها، والنادي الاهلي معودنا ان المستحيل ليس اهلاوي، مش شعارات ومش كلام، لا احنا هنتكلم دلوقتي وهنتناول طيب الجانب الفني. هناخد الماتش بالتفصيل ونقرا، نحاول نقرا سان داونز وايه اللي ممكن يكون مختلف في المواجهه اللي جايه عن المواجهه اللي كانت في القاهره، بس خلينا نروح لاحمد. هل شايف انه فوز المقاولين، طبعا 3 بونت مهمين جدا ومشوار الدوري بالنسبه لنا مهم، لكن الناس يمكن مركزه اكتر
مرتاحه اكتر في مشوار الدوري بسبب البدايه القويه، بسبب فرق النقاط، بسبب تراجع مستوى معظم المنافسين، لكن القلق كله متصدر في دوري الابطال. شايف ازاي ماتش المقاولين وشايف اهم المكاسب اللي ممكن تفيد الاهلي في رحله جنوب افريقيا؟ طبعا مباراه المقاولين زي ما انت قلت يا احمد ان في مباراه كده في الدوري تكسب ولا تلعب، دي حاجه مهمه جدا ان انت حتى في الوقت اللي انت كل تفكير حتى اللعيبه مش احنا بس اللي احنا بنفكر طبعا في مباراه صن داونز ان هي تعتبر زي ما بلال قال ان هي اهم مباراه في الموسم. فاعتقد ان مباراه المقاولين ان انت تكسبها في ظل المستوى المقاولين المميز جدا في الدوري هذا الموسم. شابو كابتن شوقي، دي حقيقه لازم فرقه المقاولين يعني لازم ندي نادي المقاولين حقه. كابتن شوقي غريب طبعا عامل شغل جامد جدا مع المقاولين الموسم ده، واعتقد ان مكسب النادي الاهلي كان مهم جدا في التوقيت ده لان اللعيبه معنوياتها تروح مباراه صن داونز بثقه كبيره جدا وبثقه عاليه جدا، بالرغم انه كان في بعض الاداء اللي احنا ممكن ما نبقاش متوقعينه، لكن ده طبيعي جدا في ظل ضغط المباريات الكبيره جدا مع حتى البطولات زي ما انت قلت يا احمد. وشايف ان مباراه صن داونز وانا بيني وبينك انا لعيب كوره لو بلعب ماتش زي ده وعندي ماتش صن داونز بعد 72 كله ساعه انا عايز اخلص من الماتش ده واكسب اجيب الثلاثه بونت باي شكل من الاشكال. لحد يسالني عن يعني متحفظين طبعا عشان الناس ما تقولكش لا ما كناش احسن حاجه في الدنيا، لكن في النهايه حققنا المراد. لا طبعا الهدف اللي انت عايزه في الاساس اتحقق اللي هو المكسب، لكن مباراه صن داونز طبعا مباراه مهمه جدا ومصريه، واعتقد وانا شايف من وجهه نظري برغم ان صن داونز فريق مرعب واقوى نسخه لصن داونز هي الموسم ده، وانا عكس كلام اسمه ده مكوينه في المؤتمر الصحفي اللي هو حب يعمل تمويه طبعا المعتاد بتاعهم، لكن اعتقد ان صن داونز عندهم مشكله مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها، ان هم انا شايف من وجهه نظري ان هم في ملعبهم مش اقوى بره ملعبهم، بالرغم ان طبعا الطبيعي جدا ان انت يبقى في ملعبك اقوى، لكن هم بيلعبوا اللعب الضيق واللعب القصير في ظل المباريات اللي خارج ملعبهم، فده متعب للفريق اللي بيلعب عليه قصادهم. فصن داونز حتى شفناها في مباراه الهلال السوداني، اعتقد كسب الهلال السوداني 1-0 على ملعبه. والهلال السوداني كان ممكن يتعادل، فده بنشوف ان انا ثقه طبعا في لعيبه النادي الاهلي، وانا براهن جدا، ودايما النادي الاهلي معودنا على كده على شخصيه البطل دايما بتظهر في التوقيت ده، والجيل ده تحديدا كسب فرق تقيله جدا في ملعبها يعني في بطولات افريقيا، وكسب صن داونز، كسبت الوداد وكسبت صن داونز وكسبت الرجاء المغربي وكسبت الرجاء المغربي. لا لا شخصيه البطل تاريخيا كمان يعني احنا لو نفتكر مع بعض كان انيمبا النيجيري كان عمل رقم كبير جدا سلسله من الانتصارات وما كانش بيخسر على ملعبه، وصل تقريبا ل 41 مباراه. مين اللي كسر الرقم وقتها؟ النادي الاهلي مع مانويل جوزيه بهدف عماد متعب. فالنادي الاهلي لا يعني احنا انا بقول حضرتك بدايه الحلقه كلمه المستحيل ليس اهلاويا مش شعار، لا احنا على ارض الواقع احنا مع موسيماني اول مباراه بعد الكورونا كسبنا الوداد في المغرب 2-0 يعني تاريخنا الحمد لله. الترجي في نهائي رادس 2012 عملنا مباراه العمر في رادس مباراه صعبه جدا، مباراه للتاريخ صفاقسي في تونس 2006. لا يعني النادي الاهلي دايما معودنا، عشان كده لما قلت كلمه احنا اللي صعبناه ليه الصعوبه اللي احنا دايما لما بنتحط في موقف صعب او بندخل في مواقف صعبه احنا بنعرف نخرج منها، احنا اللي بنخرج نفسنا. وان شاء الله انا واثق يوم السبت احنا خلي بال حضرتك احنا لو رجعنا لمباراه يعني المباراه الاولى مع صن داونز النادي الاهلي تلقى هدفين، ولكن النادي الاهلي لو بصينا النادي الاهلي اهدر ركله جزاء، النادي الاهلي اهدر هدفين او ثلاثه محققين، النادي الاهلي استحوذ في وقت كبير جدا من الاوقات على كل زمام الامور في ارض الملعب. هو فريق خلينا نتفق فريق يا احمد تحتار تلعب معاه ازاي، لانه الحقيقه عنده سرعات، عنده مهارات على اعلى مستوى، وعنده مستوى من الانسجام يحلم جماعي. اي جمهور يشوفه في فرقته في لعب جماعي, لعب جماعي وفي تحركات بدون كوره وفي لعيبه حافظه بعض مش مستنيه بالزبط. والحقيقه مع السرعه ووجود السرعه والمهارات بيخلي الكره تابلو، لكن في نفس الوقت انا بشوفه فريق يعني مهلهل دفاعي، ثغراته كتير جدا وسهل جدا انك انت توصل تشتغل عليه لمرمى. فبالتالي السؤال هنا هل نتوقع سيناريو الاول؟ خلينا نقرا سيناريو المباراه، وعايزكم اكتر تحاولوا تفكروا من وجهه نظر لا مش من وجهه نظر كول من وجهه نظر مكوينه، لانه هو كمان يهمه جدا المباراه دي، لانه المباراه دي حد كبير هتحسم واحده من البطاقتين بالزبط. فبالتالي هل يفكر يلعب سيناريو شبه جيم مفتوح ويهاجم النادي الاهلي زي مباراه القاهره يا احمد، ولا متوقع يبقى في تغيير في طريقه التفكير او في طريقه اللعب؟ هو تقريبا هيغير طريقه اللعب، لكن نفس السياسه ما اعتقدش ان هو يعرف. صن داونز ما بيعرفش يدافع، عندهم ثغرات كبيره جدا، لكن طريقه اللعب صن داونز دايما بيلعب خارج ملعبه ب 3-4-3، على ملعبه بيلعب 4-3-3، فاعتقد هو هيغير طريقه اللعب. لعب قدام النادي الاهلي في القاهره
ب 3 4 3، وهو هناك هيلعب 4 3 3، وده اعتقد ان هو انسب طريقه هيلعب بيها. برغم كده هو ما بيعرفوش يدافعوا، فدي مشكله. اللعيبه الحريفه دايما احنا متعودين عليهم ان هم ما بيعرفوش يدافعوا، فهم اغلبهم لعيبه كوره بيضيعوا المساحات، عندهم ثغرات كبيره جدا خلف الاطراف، ودي انا شايف ان هي نقطه ضعف كبيره جدا في سان داونز. غير الاثنين مساكين عندهم مشاكل في العرضيات كبيره جدا، وده النادي الاهلي اتحقق فعلا الهدف الاولاني تحسين الشحات، هدف عبد المنعم الاول من الكره العرضيه، والهدف الثاني تحسين الشحات من الطرف. فاعتقد ان سان داونز حتى لو غير طريقه اللعب ما افتكرش ان هو يعرف يدافع خالص، ده اسلوبه. ايوه مشاكله كبيره جدا، جيم مفتوح طبعا. لا انا كمان عايز اقول لحضرتك كمان ان فوز الهلال السوداني بالامس على القطن الكاميروني صعب الموضوع، مش بس على الاهلي، لا هو خلى الاهلي وصن داونز الاثنين يوم السبت بيلعبوا باوبشن واحد بس، هو اوبشن الفوز. يعني صن داونز مش هيلعبها حتى لعبه حسابات، لا صن داونز هينزل المباراه عايز يكسب زي ما النادي الاهلي عايز يكسب. هنشوف مباراه فيها كرة حلوه، يعني يمكن المشاهد بقى اللي هيشاهد المباراه بعيد عن الضغوط ما بيشجعش اهلي ولا سان داونز هيستمتع جدا بالمباراه بعيد عن الشد العصبي اللي احنا كمتابعين للنادي الاهلي ومشجعي النادي الاهلي هنبقى فيه في وقت المباراه. ولكن زي ما قال احمد سان داونز بيلعبوا كوره جماعيه، عندهم كمان غير احنا اتكلمنا عن موضوع التحرك بدون كوره واللعب الجماعي، ولكن عندهم خفه حركه. اللعيبه يعني ممكن تلاقي اللاعب في نص الملعب فجاه بتلاقيه بيعمل اوفر لاب وبيضم لقلب منطقه الجزاء. مركزيه في الملعب، عندهم خفه. هي دي كوره جنوب افريقيا، احنا من سمات كوره بالظبط. وكمان انا عايز اقول حاجه، ان سان داونز تعادل في المباراه الاخيره ليه مع فريق اسمه سليم بوش في الدوري الجنوب افريقي 1-1. المباراه دي شهدت طبعا شهدت هطول الامطار، وده طبعا حضرتك عارف وكل يعني اللي بيتابع كره القدم عارف ان الامطار لما بتنزل على الملعب بتسرع الكوره شويه، يعني بتخلي اللعب كمان ارضيه الملعب ممكن تكون جافه شويه، فالامطار طبعا لما بتنزل بتعمل عمليه تسريع للكره، ولذلك يتجد ان النادي الاهلي او الفرق اللي بتحب تلعب كوره بيطلب ان هو يرش الملعب قبل اللقاء في اثناء التسخين علشان يقدر يمرر الكره اسرع. فاحنا ممكن وارد جدا ان احنا يوم السبت نلاقي فيه هطول للامطار على ملعب سان داونز، ودوت هيساعد سان داونز وهيساعدنا لو احنا لعبنا كوره. يمكن كولر امبارح اتكلم في المؤتمر الصحفي عشان ناخد برده من كلامه. ده بالعكس، ده انا بشوف انه ممكن يفيد سان داونز فكره الخفه والسرعه والسرعه، لكن في الدفاعات ممكن عشان كده انا قلت احنا هنستفاد زي ما هم يستفادوا. يمكن كولر امبارح في المؤتمر الصحفي اشتكى من ارضيه ملعب السلام وقال ان الكوره اللي هو عايز يلعبها وعايز يطبقها قال احنا مش قادرين نمرر الكرة على الارض. اعتقد ان احنا بقى بالظبط واضحه بشكل صريح جدا يعني. فانا اعتقد ان مع الجيل ده من الملاعب انتهى من العالم كله الحقيقه بالظبط. هو بس يعني متبقيه مباراه واحده، مباراه النهائي في بطوله الشباب، ونرجع نلعب تاني ان شاء الله لاستاد القاهره ونقدم الكره اللي احنا متعودين. طب خلينا نشوف تشكيل فرقه سان داونز، وخلي بالكم ان هم ريحوا كتير من اللعيبه في مباراه الدوري استعدادا لمواجهه الاهلي في يوم السبت اللي جاي. هم تقريبا ريحوا حوالي هو اهم لعيبه عندهم اللي كنت احمد كنت معاك فيه طبعا مديبه ما كانش بيلعب. ايوه ومارسيلو ليندي اعتقد برده ما بيلعبش، مش ليندي موجود. ما كانش بيلعب فعلا مش موجود. ولا مايلولا كان بيلعب طبعًا، ولا مايلولا ولا تشالوي. هو تشالوي كان بيلعب تشالوي مورينا كان بيلعب. تشالويلي ومورينا دول من القوام الاساسي، ومادوا الظهير الايمن برضو موجود. يعني في حوالي خمس بس تشالويلي اعتقد ان هو مش هيبدا ماتش يوم السبت. زواني ما كانش موجود، يعني في يعني زواني مايلولا زواني ومايلولا في ومايما الثلاثه اللي في المنطقه. لا مايما موجود برضو، يعني من التشكيل اللي لعب امام النادي الاهلي موجود مايما وموجود تشالويلي وموجود مورينا وموجود مادوا ويكيكانا، يعني خمس لاعبين بس، وكان مغير في ست لاعبين ابرزهم طبعا ويليامز الحارس اللي بيلعب بقدمه كويس جدا. طيب قبل ما اتكلم على الاهلي وعلى مستر كولر وعلى العناصر الامياز لمواجهه سان داونز اللي ممكن تحقق الميشن يعني او المهمه الصعبه، خليني اتكلم على بيرسي تاو. بيرسي تاو واحد من اللعيبه اللي ليها تقولها في جنوب افريقيا طبعا، وواحد من اللعيبه اللي ليها تقولها كمان في سان داونز، حافظ الفرقه حافظ الملعب بشكل كبير جدا. ايه الدور اللي ممكن يلعبه سان داونز، وايه المركز اللي ممكن يشغله بيرسي تاو في مباراه سان داونز؟ يعني بيرسي تاو ليه علاقه طبعا ممتده مع سان داونز، حتى لحد الان سان داونز بيحاول يطلب بيرسي تاو من صحافه جنوب افريقيا جدا. بتكلم على بيرسي تاو يعني بيرسي تاو لعيب كبير جدا، ويمكن نتذكر له المباراه الاشهر ليه مباراه منتخب مصر وجنوب افريقيا 2019 كان بيلعب منتخب مصر لوحده بالظبط، وهو لعيب لعب في الدوري الانجليزي ولعب في دوري ابطال اوروبا ولعب في يعني مستوى وليفل عالي جدا. فبيرسي تاو احنا نتمنى ان احنا نقدر نستفاد منه في مباراه زي ديت يخدمنا، لانه متعود على الاجواء عارف طبيعه الفريق
السابق لصن داونز. طبعا المركز المفضل هو بيرستاو، بيشارك طبعا نظرا لاصابه حسين الشحات بيشارك في مركز الجناح الايمن بقاله ثلاث مباريات، يمكن هو مش ظاهر باحسن حاجه. وانا امبارح كنت عتبت عليه في كره الهدف الثاني، لو معانا كره الهدف الثاني لمباراه المقاولين، وده الخطا اللي انا كره هاني كره هاني، يمكن لو هنشوف التمرير يعني او الباص الباص دخل لجوه قوي، دخل ناحيه ابو السعود، يمكن بص الكره مروان عطيه عمل الباص مميز جدا. بص بيرستاو بقى بيجري فين، بص المفروض انا كنت مستني يقف بالظبط، لان هو حتى الكره دي على فكره متكرره جدا، حتى في مباراه ريال مدريد كان عملها محمد شريف وقطع لجوه قوي، ومفيش حد بيعمل ان هو بيسقط لتحت يستنى الكره. بص حضرتك اهي الكره مع محمد هاني، بيكمل بص بيرستاو بيكمل هو ممكن في لحظه معينه لو اتلعبت له يقدر، بس هيبقى المسافه بينه وبين حارس المرمى مش هتسمح له ان هو يسددها زي ما كان لو كان استنى او سقط. كان عملها شادي حسين في مباراه الاسماعيلي في المباراه الاولى للدوري، شريف بيعمل وانتظر كويس قوي، شادي حسين ده مركزهم ده اعتقد ليه يعني ده دول لا مهم. هو بيرسي انا بشوف انه يعني سريع زياده عن اللزوم، يعني في اوقات بتبقى محتاج انك انت تهدى في تاخد اماكن وخصوصا في الكور اللي بيبقى فيها الدفاعات دي. خد بالك خط دفاع المقاولين كله مندفع على بالصعود، فبالتالي هنا انت محتاج تاخد وقفه كده وترجع خطوتين تفضي نفسك، ويبقى عندك المساحه الكافيه انك حتى لو الكره وصلت لك تعرف تفنش من غير ما تكون حد قافل عليك، مساحه الرؤيه والتصويب تقدر تخدمك بالظبط. فيعني بيرستاو ممكن يتوظف في حاله طبعا، يعني انا اعتقد ان كولر ممكن يبدا بمحمد شريف في مركز المهاجم بالظبط. يعني شريف امبارح كان هيدخل قائمه المباراه، لكن فضل ان هو يريحه بعد الاصابه اللي كان تعرض ليها شريف في مباراه القطن بعد ما احرز هدف مميز. فاعتقد ان محمد شريف لو بدا هيبدا في ظل طبعا لسه عدم تاكد مشاركه حسين الشحات، اعتقد ان بيرستاو هيبدا في مركز الجناح الايمن. وعلى فكره بيرستاو بيعمل عمليه الدخول لقلب منطقه الجزاء هو مميز فيها جدا، يعني عنده بيرستاو تقدر تشتغل عليه زي ما احمد كان بيقول ان صن داونز بيلعب بلا مركزيه، احنا كمان لو عملنا اللا مركزيه هنقدر نستفاد جدا من بيرستاو. كان عملها هو في المباراه الاولى لينا مع اوكلاند سيتي في كاس الكرات، وعملها مع كهربا، عملوها هما الاثنين حلو قوي، والاثنين احرزوا طبعا هدف مميز لكهربا لعبه بالكعب لتاو. فان شاء الله نقدر نستفاد من بيرستاو في مباراه زي دي. محتاج تلعب كوره ولا محتاج تلعب استحواذ ولا محتاج تلعب ديفنس وهجمه مرتده، محتاج لعيبه كوره ولا محتاج ناس سريعه؟ يعني الرهان على اي تركيبه مصطفى في ماتش الرهان مش بكره، السبت ان شاء ماتش السبت الرهان الماتش ده بيفكرني الماتش بالظبط بتاع الصفاقس بتاع مانويل جوزيه بتاع 1-1 ماتش لازم يتقسم. الماتش ده المدرب الذكي اللي هو هيقدر، انا بالنسبه لي التشبيه ليه ده نهائي دوري ابطال افريقيا، ده بالنسبه لي النادي الاهلي لو كسبه خلاص اخد يقدر إن شاء انا الله شايف ان هو يقدر كده. المباراه لازم تتقسم اعتقد النادي الاهلي. معلش وانت بتتكلم يا مصطفى، دي لقطات طبعا من تدريبات صن داونز الاخيره وتحضيره ودي طبعا لقطات من الماتش الاخير اللي لعبه فيه. اعتقد ان النادي الاهلي لو قسم المباراه اعتقد النادي ما ينفعش ما يبداش المباراه مهاجم تماما، لازم يمتص غضب او يمتص حماس. فريق صن داونز، فاعتقد ان النادي الاهلي يبدا المباراه مأمن جدا، واعتقد وجود طاهر هيبقى ليه دور مهم جدا في المباراه، لان طاهر بدنيا على الاطراف من وجهه نظري هيبقى طاهر وبيرستاو، لان هو دايما وده شفناه في مباراه القاهره خالص كلنا اتفاجئنا، وما كانتش مفاجاه بالنسبه لصن داونز ان هو عارف ان زي ما انت قلت يا احمد ان هو عارف اجواء وعارف طريقه لعب صن داونز وحافظهم. فبالنسبه له بيرستاو مهم جدا في المباراه دي، ودليل ان هو احتفظ بيه المباراه كلها فهو فعلا عمل ضربه جزاء في مباراه القاهره. فاعتقد بيرستاو هيبقى موجود، محمد شريف هيبقى موجود، طاهر هيبقى موجود جدا مهم جدا تستغله في المباراه دي، المباراه هيبقى فيها مجهود كبير جدا. واعتقد ان في نص الملعب هيبقى موجود حمدي فتحي، يعني السوليه كنا نتمنى ان هو يبقى موجود، لان المباريات الكبيره دي بجد تبقى محتاجه عمرو السوليه جدا، وجوده كقائد وجوده كان عنده شخصيه وبيقدر حتى يتحكم في نص الملعب. لكن هو مقتنع بنسبه كبيره بمروان عطيه، فممكن يبقى ليه دور في المباراه مع تقريبا ممكن يبدا بأليو ديانج ومروان عطيه. انا شايف انه ديانج وحمدي وقندوسي ممكن يبقوا الثلاثي الاقرب. انا عايز اخد ما تفكرش ممكن يبدا بالقندوسي الاول، ما يبداش بالقندوسي. عايز اخد من كلام احمد على عمرو السوليه، وعايز اروح لحته الثغره اللي بتتصدر للناس ان هي السبب فيها علي معلول، اللي هي المساحه اللي دايما في ظهر علي معلول. احنا لو جينا اتكلمنا عن دور علي معلول الهجومي، لو انت وقفت علي معلول وخليته يلتزم بالدور الباك اللي هو المدافع الايسر الصريح، النادي الاهلي مش هيقدر يستغل الجبهه اليسرى تماما. فعلي معلول قوه ضربه للنادي الاهلي، انت ما ينفعش تتعامل مع علي معلول على انه ظهير ايسر عادي. بص لا هكلمك كوره شويه تمام، ده اللي انا شفته من الاهلي طول عمري يعني، وده جزء من حبي لكره الاهلي.
انه الاهلي ما دام بيلعب باثنين ارتكاز الطرفين الباكين اليمين والشمال طيب. دول لازم يبقى عندهم طيب. المساحات علشان كده بقى ادوار هجوميه وما دام لجأت الاثنين ارتكاز اي واحد منهم يغطي الاقرب ليه تمام. لكن غير كده لو هتكتف هاني ومعلول انا مش محتاج العب باثنين مش محتاج العب باثنين ارتكاز بالظبط يعني. عشان كده بقى انا خدت رحت لنقطه عمرو السوليه. عمرو السوليه كان قبل الاصابه لو تفتكر يا احمد وانت حضرتك اكيد متابع استاذ احمد عمرو السوليه كان بيعمل الحته اللي ورا معلول دي 10 على 10 يعني كان متميز فيها جدا وما كانش بيحسسنا بالحته اللي هي في ظهر علي معلول خالص يعني معلول عندي معلش برده في يعني في نفس السياق اللي انت كافي معلول عندي هجوميا اتقل بكتير جدا بالزبط. من معلول بالزبط. عندي عشان كده انا عشان كده بقول لحضرتك انت ما ينفعش تصدر للناس ان في مشكله سببها علي معلول لا هو علي معلول قايم بواجبات يعني ممكن يكون بيساعد الفريق فيها بيقوم بدور لاعب او اثنين كمان علي معلول لما بيكون فايق وشفناه في اكتر من مباراه يعني مباراه القطن الكاميروني علي معلول عمل مباراه واحده من احلى افضل مباريات ليه علي معلول اتحرر تماما وكانت الحته اللي وراه متامنه كويس قوي سواء عن طريق محمد عبد المنعم او حمدي فتحي كمان ولكن انا اتمنى بشكل شخصي ان عمرو السوليه يبدا المباراه دي. عمرو السوليه قوه كبيره جدا جدا في وسط الملعب بيقفل الحته اللي في ظهر علي معلول او زي ما حضرتك قلت كده بيميل ويطرف ناحيه علي معلول بيقفل الحته دي تماما وبيخلي علي معلول يزيد ويبقى عنده اريحيه. في فرق بين ان انت بتعمل التكمله وخايف ان ظهرك يبقى فاضي زي ما بيحصل حتى عالميا شهيره جدا ارنولد في ليفربول عشان دايما متقدم فحتى الكوميكس وكل الكلام اللي بيطلع على ارنولد الشوارع اللي في ظهر ارنولد خلاص بقت حاجه يعني ايه حاجه اسطمبه كده الشوارع اللي في ظهر ارنولد اي مدرب بيلعب عليها واخرها طبعا فينيسيوس في مباراه ريال مدريد. فلا هي الفكره ما تبقاش مشكله الباك على قد ما هي مشكله مدرب لازم يحط الريال في اي جمله مفيده احنا بنستشهد عالميا واخر حته قبل طاهر قبل ما نسيب طاهر عشان احمد كان اتكلم عن اهميه طاهر أيوة. طاهر طبعا ما نقدرش ننسى هدفه المميز في مباراه القاهره التصويبه الشهيره في مباراه ال 2-0 كان الاحد اللي فات بالظبط فطاهر عنده افضليه نفسيه يعني في المباريات دي نتمنى ان شاء الله لو طاهر قدم مباراه كبيره على فكره المقاولين انا عايز اجي لك في خط دفاع النادي الاهلي لانه واضح يعني لو احنا قسنا حتى على ماتش المقاولين امبارح لا احنا عندنا مشاكل ما ينفعش تظهر قدام سان داونز دي حقيقة. ممكن تبقى بسبب الغيابات ممكن بتبقى بسبب عدم الثبات والخط ده بالذات للقلب الاثنين قلب الدفاع لازم يبقى في بينهم تفاهم انسجام سميها زي ما تسميها ممكن عشان الاصابات والتبديل بيبقى في كيمياء بالظبط كده غاب ماتش المقاولين امبارح كان في مشاكل كتيرة جدا عندنا في خط الدفاع فبالتالي ازاي هتتعامل دفاعيا في مباراة مع فريق واحد من لم يكن اميز فريق بيلعب كرة هجومية على مستوى القارة ما شفتش فريق في القارة الحقيقة بيلعب كرة هجومية زي سان داونز بس هاخدك الاول هسيب لك فترة كده ترتب افكارك في موضوع دفاعيا الاهلي ازاي يبقى منظم قدام سان داونز وتعالوا نروح نشوف صحف جنوب افريقيا اتكلمت قالت ايه طيب سان داونز طيب المانشيت ده في اي او ال بيقول انه سان داونز بيجهز خمسه من كبار لاعبيه او خمسه من الزعماء يعني مواجهه النادي الاهلي طبعا في بطوله الشامبيونز ليج هم الخمسه اللي احنا اتكلمنا عنهم مدير بالظبط اللي غابوا عن مباراه طبعا مامالدي سان داونز يعني بيكشف عن استراتيجيته لايقاف بيرسي تاو في مواجهه طبعا يوم السبت اللي جاي في مباراه العوده. بيرسي تاو كان واخد جزء ده طبعا على موقع الجول العالمي وبيرسي تاو كان واخد جزء كبير جدا من اهتمام صحف جنوب افريقيا واضح انه عاملين له حساب جدا يعني. طبعا يعرفوا قيمته طبعا هناك كتير. طبعا سان داونز هيعطي لبيرسي تاو طعم ما افتقده في الفتره الاخيره وانا الحقيقه لما قريت العنوان قعدت افكر يعني شاغل بالي ايه اللي افتقده بيرسي تاو في الفتره الاخيره فالحقيقه الكلام كان على اجواء سان داونز وعلى الهوم سيكنس او فكره الحنين للوطن وبالتالي شايفين انه عودته مره ثانيه ل هو بيرسي تاو بمناسبه احمد انضم النهارده استدعوه للمنتخب استدعوه للمنتخب جنوب افريقيا وبقى له فتره كان يمكن غايب عن تشكيله المنتخب بسبب الاصابه طيب طبعا بيرسي تاوز الاهلي اخذ دفعه كبيره جدا قبل مواجهه او الصدام مع فريق سان داونز ده على عهده طبعا ساوث افريكا هيد توبكس طبعا موكوينا طبعا اون الاهلي وطبعا الخبر ده لا اساس له من الصحه ممكن فيما يتعلق بالوداد لكن طبعا رولاني موكوينا المدير الفني مدير فني لسان داونز الخبر ده بيتكلم على انه في يعني رغبه من اداره الوداد والاهلي يعني بيتابعوا رولاني موكوينا ويمكن يكون الوداد بيفكر
في مكوينة بعد. هو يستحق بصراحة يعني، هو يستحق. ومدرب يعني بقى، هي الناس بتقلل من الكلمة دي، ولكن هو مدرب مشروع فعلا يعني. مكوينة مدرب مشروع. أنا بشوف إن هو قدر ياخد الراية من موسيماني وكمان المدير الفني السابق لسان داونز، وقدر يشتغل وهو لسه مدرب واعد. هو مدرب واعد، وكون إن هو يرتبط اسمه بالنادي الأهلي أو بنادي الوداد وهم ناديين كبار في أفريقيا، فدي حاجة بتقول إن المدرب دوت مدرب على الطريق الصحيح. وإن كان ممكن ما تحصلش دلوقتي، بدليل إن الوداد أصلا تعاقد مع جريدو من أيام، والنادي الأهلي معاه مدير فني مستقر طبعا، هو مارسيل كولر. جريدو ما بيعمرش، ما بيعمرش. أنا قلت له ما كانتش كونفدرالية اللي أنت خدتها معانا، عمال تلف بيها على طبعا على الموسم اللي جاي. بس هو جريدو مدرب صدامي، هي دي مشكلته. والوداد السنة دي مش الوداد بتاع السنة اللي فاتت. لا خالص. يعني الوداد السنة دي يعاني، ورحل عنه كتير من العماده الاساسيه، والمستوى اللي ظهر بيه حتى في البطوله. طبعا انا متاكد انه يمكن يكون متشابه معنا شويه في الفرق الكبيره او الفرق المتعوده توصل للمشوار في الاخر، نفسها طويل ويمكن ما بتظهرش بجبروتها وقوتها في دور المجموعات. واحنا شخصيا كاهلي اتعودنا على ده في البطولتين حتى اللي احنا فزنا فيهم وتوجنا فيهم باللقب، طلعنا او تاهلنا الادوار الاحصائيه كمركز ثاني في المجموعه. فبالتالي من الوارد ان الوداد شكله يختلف، ان كنت اشك برضو في ده. يعمل استفاقه يعني، نشوف ان هو ممكن فعلا يختلف، ان هو الوداد عنده على ملعبه مهم جدا. طيب قبل ما نروح لترتيب المجموعه الدفاعيه، ايه افضل تنظيم دفاعي؟ يعني حط بقى ورقك على الترابيزه انت في اوضه اللبس، من وجهه نظر احمد مصطفى افضل تنظيم دفاعي تواجه بيه فريق سان داونز، ومين هي العناصر اللي من وجهه نظرك في ظل طبعا المتاح حاليا، انت عارف ان متولي بره طبعا، ففي ظل العناصر المتاحه حاليا مين افضل عناصر ممكن تطبق ده تعتمد عليها يعني؟ طبعا بالنسبه للمتاح اعتقد ان محمد عبد المنعم مع ياسر ابراهيم وجوده مهم جدا، لكن وجود حمدي فتحي في قلبهم ده اللي اهم، لان لازم سان داونز هينزل مهاجم النادي الاهلي، انا متوقع هينزل يهاجم النادي الاهلي بشراسه كبيره جدا. فاعتقد وجود حمدي فتحي في قلب الملعب ما بين عبد المنعم وياسر ابراهيم في بدايه المباراه، وممكن بعد تقريبا يعني بعد فتره من المباراه بعد نص ساعه مثلا تقريبا، ممكن تطلع حمدي فتحي لرقم 6. هتسيب لهم الكوره وتسيب لهم الملعب؟ لا، وده ممكن يمثل خطوره عليك جدا في لا، ما هو انت لو هاجمت سان داونز زي ما عملت في القاهره هيدخل فيك جوه اهداف. سان داونز ما ينفعش تهاجمه بعشوائيه، لازم تهاجمه بفكر، تهاجمه لان هم عندهم ثغرات، تلعب على الثغرات بتاعتهم، الثغرات بتاعتهم كلها خلف الاطراف. سان داونز اقوى ولا فلامينجو اقوى؟ سان داونز اقوى ولا سياتل ساوندرز اقوى؟ يعني بالنسبه لنا لعب سان داونز متعب بالنسبه للنادي الاهلي جدا، طريقه متعبه جدا. اي لعيب كوره في الدنيا يتعب من الفرقه بتقعد تباص كتير. يعني حتى مانويل جوزيه كده كان في مره كان لقطه شهيره باص، فالباص ده متعب جدا. فسان داونز فرقه، هي دي الفرقه المتعبه، انت يعني الكره هي اللي بتتحرك، تلعب بثلاثه فلات في نص الملعب ولا بالزبط. تلعب باثنين وقدامهم 10؟ لا هنلعب العب بثلاثه في نص الملعب، ثلاثه في نص الملعب، ديانج وحمدي وممكن السولية. لا انا شايف السولية لو جاهز، لو مش جاهز هو جاهز طبيا يعني، السولية جاهز بس ممكن يبقى يعني بس فنيا بقى جاهز. هل فت لماتش؟ خد بالك ده ماتش تقيل برضه جدا، فانه فريق لعيب يبقى يعني راجع من فتره غياب على مباراه من عيار التقيل كده، برضه محتاجه مستوى معين، محتاجة تبقى رجليه في الملعب، خد ماتش واثنين وثلاثة عشان ماتش مش يبقى محتاج مجازفات فعلا. ممكن مروان عطية يبقى مروان وديانج وحمدي، وحمدي يسقط ورا عبد المنعم وياسر ابراهيم في بداية المباراة. عبد المنعم وياسر ابراهيم، متفق يا بلال؟ انا يعني انا ليا رؤيه، بس يعني ما اعتقدش ان حاله لو حاله خالد عبد الفتاح تسمح وهو لائق طبيا 100%، انا اتمنى في يوم ان اشوف محمد عبد المنعم وخالد عبد الفتاح قلبي دفاع في النادي الاهلي. اتمنى يعني بص هيفكوا الضغط بصوره كبيره جدا جدا جدا، وهيشيلوا العبء عن خط وسط النادي الاهلي بصوره حضرتك يعني لا تتخيلها، لان محمد عبد المنعم اوريدي اصلا شايل جزء كبير جدا من الضغط بسبب هدوءه وثباته الانفعالي واجادته للخروج بالكوره. يعني محمد عبد المنعم ستايل مختلف تماما، انت ممكن تكون الكوره جايه كره عاليه اي مدافع هيشتتها لا محمد عبد المنعم ممكن يفضي لنفسه مساحه ورا في ظهره عشان خاطر يستلم ويبدا الكره من بدايتها. كذلك خالد عبد الفتاح شفناه في مباراه الزمالك عمل الدور ده بشكل مميز جدا، فانا اتمنى في مباراه خبرات خالد سنة. الافريقيه ما تقلقكش شويه؟ لا انا ما تقلقنيش، انا اختلف مع بلال الصراحه. لا انا ما تقلقنيش، انا الخبرات دي مهمه، وان انت كمان دي مباراه اللامجازفه
مباراه يعني الموسم مفيش مجسات فيها. انا بشوف في خالد عنده الحته اللي احنا كنا بنتكلم عليها. انا بشوف في خالد الحته اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شويه اللي هي خفه الحركه. خالد لعيب خفيف جدا، صعب ان انت تعمل معاه دوران، صعب ان انت تاخده فينت او الكلام ده كله. على فكره عمل مباراه كبيره جدا امام فلامينجو واتظلم في الطرد، كان ماشي كويس جدا وكان بيأدي الدور بتاعه بدور مميز جدا. كمان هيساعدك في حته ان هاني لما يزيد، وزي بقى ما قال احمد في موضوع حمدي فتحي، حمدي هيخش للخط الدفاع ونفرد الخط بثلاث لاعبين، هاني يقدر يعمل الزياده بالظبط. تقدر تستفاد من خالد وقتها ان هو هيغطي مكان هاني، والناحيه الثانيه لو السوليه بدا على حسب حالته هيغطي مكان معلول. انا شايف ان دي الطريقه دي. انا لعيب الكره دايما في اي فريق كل الناس بتدور على ميسي ليه؟ منتخب الارجنتين خد كاس العالم بميسي ليه؟ لان ميسي الوحيد اللي عنده القدره انه يفك الضغط عن زمايله. كل لاعب كله بيدور في الملعب، يعني محمد الشناوي لما بيجي يبدا الهجمه بيدور على اول واحد بالنسبه له اوبشن هو محمد عبد المنعم، لان عارف ان عبد المنعم لما هيمسك الكوره حتى لو ضغط عليه هيتصرف صح. اما اللاعب اللي كورته ممكن يكون عنده صفات الرجوله والقتاليه والروح والتدخلات والتايمنج وكل حاجه، ولكن وقت الضغط لو الضغط عليه مش هيقدر يتصرف بصوره صحيحه. فانا هي دي النقطه والبوينت اللي انا بتكلم فيه، حته خالد عبد الفتاح مع محمد عبد المنعم هيفك الضغط بشكل كبير جدا على لعيبه خط وسط الملعب، هيحرروهم شويه، هيقدروا يخلوهم يعني يساعدوا في بدايه الهجمه. مش هيضطر مثلا في وقت من الاوقات زي ما كنا بنشوف قفشه بينزل لحد نص ملعب النادي الاهلي، وكان في كلمه شهيره جدا لريني فايلر المدير الفني للنادي الاهلي انا فاكرها لحد دلوقتي، كان دايما بيطلب من لاعبي وسط الملعب يقول لهم ما تستلمش الكوره او ما تطلبش الكوره في وسط ملعبك. لعيبه الوسط كلها اطلب الكوره في نص الملعب الثاني. عشان كان دايما لو احنا نفتكر كان بيلعب بخط الدفاع فايلر كان متقدم جدا. فكل دي انا اتمنى ان ده. وعلى فكره احنا بالمناسبه لو رجعنا لفايلر احنا مش بنتكلم بقى يعني مش بنبكي على الاطلال ولا الكلام ده، لا هي كل مرحله وليها رجالها. ولكن احنا قدمنا افضل عرض في جنوب افريقيا مع صن داونز مع ريني فايلر، لو تفتكر حضرتك احنا تقدمنا عليهم بهدف علي معلول، احنا قدمنا كره محترمه جدا مع ريني فايلر. بالظبط. لا انا بتكلم تحديدا مباراه صن داونز في جنوب افريقيا، احنا تقدمنا على صن داونز هناك 1-0 وعمر السوليه بعدها بدقائق اهدر فرصه لو حضرتك تفتكرها يمكن معلقه مع الناس كلها، يعني كان هيبقى 2-0 للنادي الاهلي. انا مش بتكلم سيبك، بص يعني طبعا الجمهور عينه والاداره عينها والجهاز الفني واللعيبه عينها على الالقاب والارقام بالظبط، لكن انا بكلمك دلوقتي ملعب، بكلمك كوره. انا كوره الاهلي مع فايلر كان نازل كسبان 3 بدايه المباراه، نازل كسبان 3-4 بتقول الاهلي هيكسب كام النهارده فعلا. فلا انا بتكلم هنا على تقييم شغل مدير فني، ترجمته بتحصل ازاي في الملعب. لعل بقى تكسب بقى تخسر بقى، انت رحت خسرت من النجم الساحلي، لعبت النجم الساحلي في تونس، مطرود منك ايمن اشرف في بدايه المباراه ولعبت عليه جيم عالمي طبعا وانت بتلعب مع فريق تقيل وبتلعب في تونس يعني وبتلعب بره ارضك ورغم كده لعبت جيم عالمي يعني. ما هو شفت بقى احنا الكلام خدنا لايه بقى يا استاذ احمد، ان احنا رحنا لسيريت فايلر بناء على شغل الراجل. شغل الراجل لسه في الاذهان ليه؟ انا بقول لحضرتك هو كان بيطلب من لعيبه وسط الملعب يقول لك ما تطلبش الكره غير في نص ملعبك. هو الراجل مش عايز يعمل الضغط اللي احنا في اوقات كتير احنا بنضغط نفسنا. لا احنا لازم في مباراه زي دي بالتحديد، وده انجح سيناريو. يعني احنا واجهنا صن داونز مع لاسارتي، واجهنا صن داونز مع وموسيماني مدير فني للنادي الاهلي، ومع فايلر ومع مارسيل كولر في النسخه الاخيره في مباراه الذهاب. فاحنا لينا تجارب عديده مع صن داونز. افضل تجربه واكتر مباراه قدرنا نطلع منها بمكاسب ونقدر نظهر بشكل كويس مع فايلر في جنوب افريقيا. فانا عشان كده بتمنى ان احنا نلعب بنفس السيستم ونفس النهج، خاصه ان معظم اللعيبه اللي شاركت في المباراه دي على فكره موجودين، عمرو السوليه ومعظم الجيل ده شارك مع فايلر. تعالوا بسرعه نروح لجدول الترتيب ونقرا كده نتائج الفرق وترتيبهم في المجموعه. يفرض على كل جهاز فني او كل مدير فني يفكر في المواجهه دي بشكل معين. صن داونز مدرك تماما انه طبعا دي كل المجموعات الوداد. طيب سريعا جدا نعدي على المجموعه ايه، هل في حاجه فاجئتكم؟ هل من دلوقتي بان شكل الفرقتين اللي هيتاهلوا عن كل مجموعه؟ في المجموعه ايه يا مصطفى؟ الوداد وبترو اتلتيكو وشبيبة القبائل وفيتا كلوب. اعتقد لا مفيش مفاجاه خالص. بترو اتلتيكو على فكره فرقه اعتقد ان هي تبقى الفتره الجايه تبقى مزعجه، وده شفناه الموسم اللي فات. المجموعه بي الهلال. مين اقرب يا مصطفى في المجموعه ايه؟ الوداد وبترو اتلتيكو. شبيبة القبائل مستبعد؟ لا مستبعد. بلال تقول لنا مجموعه بي مجموعه المجموعه بي هنقف شويه مع المجموعه بي معلش.
تمام. المجموعه بي طبعا مجموعه النادي الاهلي والجروب اللي بيضم النادي الاهلي الهلال بياتي في الصداره، عنده 9 نقاط من 4 مباريات، يمكن خسر مباراته الاولى امام صن داونز في الدقائق الاخيره بهدف واحد في جنوب افريقيا، قدر بعدها يفوز على النادي الاهلي ويفوز على القطن الكاميروني ذهابا وعوده. بتنتظره مباراتين، مباراه مع النادي الاهلي في القاهره المباراه الاخيره، ومباراه مع ماميلودي صن داونز في ام درمان. بياتي في المركز الثاني صن داونز اللي خاض ايضا 3 مباريات، قدر يفوز في مباراتين ويتعادل في مباراه مع النادي الاهلي خارج ملعبه، ودي برضو نتيجه ايجابيه. النادي الاهلي خاض 3 مباريات، فاز في مباراه وتعادل في مباراه وخسر مباراه. القطن طبعا القطن الكاميروني شارك في 4 مباريات، طيب خسرهم جميعا، بياتي في المركز الاخير بدون نقاط. خلينا نقرا المجموعه دي شويه ونقف كده مع معانا الارقام، يا ريت تثبتوا لنا الارقام شويه على الشاشه عشان نوضح الصوره. لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله خساره النادي الاهلي بكره، يبقى احنا خرجنا من دور المجموعات ومفيش اي امل ان احنا نكمل. التعادل والفوز ياثروا ازاي على مشوار النادي الاهلي وفرصه في التاهل على المجموعه؟ هنتكلم فيه مع بلال واحمد بس بعد فصل سريع ونرجع لحضراتكم. هنعدي، تقدر تقول هنعدي بسرعه كده. نرجع لكلامنا قبل الفصل، كنا بنقول انه لا قدر الله لا قدر الله ان شاء الله باذن الله سيناريو مستبعد انه الاهلي لو خسر تبقى كده ودعنا البطوله. قدامنا حل من اثنين، يا اما التعادل على اسوأ تقدير، واما المكسب، والمكسب ينقلنا نقله تانية خالص، وبالتاكيد ده في الحسابات. هل تفكر اكتر انك تامن نفسك بدل ما تخسر وتطلع بره البطوله، تاخد بونت من صن داونز وتستنى تنتظر المواجهه او الكلاش بين صن داونز والهلال على اساس حد منهم يعطل التاني، ولا تحسم الامور وتلعب بالكل في الكل وتراهن على سيناريو مكسب مباراه بكره؟ كيف يفكر كولر؟ إيه؟ طبعا احنا متفقين انه او اتفقنا انه السيناريو الافضل بالنسبه لنا الفوز وتصدير التوتر للهلال وصن داونز، وخصوصا ان هم هيتقابلوا في الجوله اللي جايه. فشايف ممكن يبقى التفكير ايه؟ تامن نقطه افضل وتحافظ على بصيص من الامل، ولا تلعب الكل في الكل وتركز على انك انت تكسب ماتش بكره؟ لا هبدا بمصطفى يلا. لا انا شايف ان انت يعني في موضوعيه في المباراه، لازم تبقى تقسم المباراه، ما طبعا مش تلعب من الكل في الكل، دي تبقى صعب. بلاش الكل في الكل بس احنا مغامر. بتشوف كولر مدرب جريء جدا، جريء جدا، ما بعد ماتش الريال بالنسبه لي مدرب جريء ومغامر غريب يعني. هو ما بيخافش، ناقل الثقه والشخصيه والجراه دي للعيبه بتاعته. ممكن يفاجئك يعني، القندوسي ممكن يبقى لسه جاي وبيبدا المباراه عادي جدا، هو ما عندوش مشكله، عنده ثقه في كل اللعيبه. فانا بحب المدربين اللي هم عندهم جراه وثقه يعني. تمام. طبعا احيانا ان الجراه ديت بتبقى ليها حسابات يعني، ما ينفعش برده، في فرق بين الجراه والتهور. فطبعا هو جريء ومغامر، فلكن المباراه دي محتاجه ان انت يبقى ايه، تبقى بتفكرني بمدرب المغرب. مدرب المغرب الراقب كان بيلعب المباريات اللي هي بتاعه خروج المغلوب دي بذكاء شديد جدا. الناس كلها كانت بتقول عليه ان هو متحفظ وبيدافع، لا هو كان بيقسم المباراه يعني، هو كان بيلعب على لعبه معينه اتحققت معاه في مباراه اسبانيا، مباراه البرتغال، لكن ما جاتش غير في مباراه البرتغال. اسبانيا ما حصلتش وكسبت ضربات جزاء. فانا اعتقد ان مباراه يوم السبت ان شاء الله لازم تتقسم زي ما قلت لك يا احمد، يبدا المباراه مامن ويبدا الشوط الثاني. مش هقول لك بقى ما فيهاش حل غير الكل في الكل ساعتها. يعني الكل في الكل في الشوط الثاني، انا شايف ان ده الحل، ان الاهلي لازم يكسب. الملعب والجمهور يدوا افضليه بلال في ماتش سبت، ولا ده بره الحسابات؟ لا الملعب والجمهور يدوا افضليه لاي حد يعني. الملعب والجمهور الملعب دايما بالمجان، وعاملين حفلات غنائيه كمان بس بالمناسبه، بس عشان قبل ما نعدي الحته دي، هم مش عاملين كده مع النادي الاهلي بس علشان بعض المواقع اللي اتكلمت زي ما يعني بعض المواقع اتكلمت وقالت ان هم عاملين كده مع النادي الاهلي، لا هم عملوا كده مع في كذا مناسبه ان هم يفتحوا الملعب بالمجان امام الجمهور. فطبعا الملعب والجمهور يدوا افضليه، ولكن انا عايز اقول ان دي مباراه التفاصيل الصغيره. لو كنت لابس اصفر يوم السبت يبقى انت تخش الملعب ببلاش. خش الملعب. برازيل افريقيا بصراحه هم بيقدموا كره ممتعه جدا، وبيلعبوا كره، حتى تلاقي عندهم دايما محترفين من امريكا الجنوبيه. الاندي ده اغلى لاعب. الاندي حتى في التشكيله الاساسيه. فانا بقول لحضرتك دي مباراه التفاصيل الصغيره يعني، وارد جدا تحسم اللقاء زي ده من ضربه ثابته. وهم على فكره بالمناسبه مش مميزين في الكرات العرضيه او في الكرات الثابته. انت تقدر تخترق، تقدر تلعب الكره بين مدافعي صن داونز، زي ما شفنا كره الهدف الاول لمحمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم قدر يوجه الكره ويتحرك بدون اي مضايقه من لاعبي صن داونز. فهم عندهم
ثغرات لو اشتغلنا ولعبنا عليها. انا بقول لحضرتك دي مباراه التفاصيل الصغيره. في المقابل لازم انا كمان اخلي بالي واخلي بالي قوي من زي ما التفاصيل الصغيره هتخدمني، كمان التفاصيل الصغيره ممكن تخلص عليا لا قدر الله. فالتفاصيل الصغيره في المباريات ديت ان انا انزل في الاول العب بتوازن، مش هقول بتحفظ، بتوازن، ابدا يعني اخليهم في الاول. هم كده كده طبيعي هيستغلوا الشحن المعنوي للجمهور والحضور الجماهيري الكبير جدا، وينزلوا يحاولوا يبغتوا النادي الاهلي بهدف مبكر يربك الحسابات ويحبط النادي الاهلي بلغه الكره كده، يهمد النادي الاهلي. فانت النجاح الحقيقي ليك انك تطلع من اول 35 اول 35 دقيقه تحديدا بدون ما يتلقى مرماك هدف. بعدها تقدر تقف على رجلك في الملعب، خلاص تقدر تجاريهم، خاصه كمان موضوع اللي كنا بنتكلم فيه في الفاصل، موضوع قله الاكسجين الجو. بالظبط. فانت محتاج محتاج على الاقل اول نص ساعه تبدا تاخد على الاجواء، اجواء الملعب، اجواء الجو. زي ما قلنا ممكن يكون في امطار، كل الكلام دوت انت هتستكشفه في اول نص ساعه. مهم جدا انت ان وانت بتستكشف الاجواء ديت كرويا ومناخيا وكل الصعوبات دي، ما يتلقاش مرماك هدف ابدا. دي انا بالنسبه لي النجاح والتحدي في اول 35 دقيقه تحديدا، ان انا ما يتلقاش مرمى هدف. ابدا بعدها بقى انفذ فكري الهجومي والعب زي ما حضرتك قلت الكل في الكل، مش خسران حاجه. ممكن في اخر الشوط الاول لو قدرت اطلع بهدف او مع بدايه الشوط الثاني يبقى فيه كلام تاني. طيب العوامل الارتفاع عن سطح البحر ونقص الاكسجين، هل 48 ساعه كافيه؟ انت مسافر النهارده، توصل النهارده بالليل، يعني تبتدي خميس وجمعه تحضر للماتش وتلعب السبت، وخصوصا مع تصريحات خبير التغذيه انه ممكن بعض يعني الطرق او استخدام تغذيه معينه تقدر تتعامل بيها مع اختلاف الاجواء ومع نقص الاكسجين. وايضا يمكن حتى احمد كان بلال كان بيتكلم يا احمد على فكره انه في بعض الطرق النهارده اللي موجوده في اوروبا من خلال ماسكات معينه، تمرينات معينه تقدر تتعامل وتعمل تاقلم على اي تغيرات في الاجواء. اعتقد ان هي ما كانتش كافيه طبعا، لكن انا كنت شايف ان مباراه المواليد كانت لازم تتاجل. اعتقد لازم تتاجل، بس اللي حصل يعني احنا مش هنقدر نتكلم غير في الواقع دلوقتي. لعيبه الاهلي خلاص بقى عندها خبرات، وطبعا الموقف صعب جدا، لكن عايز يعني اشوف النادي الاهلي يتفرج على مباراه الصفاقس. يعني مستر مانور جوزيه ساعتها عمري ما هنساها المباراه دي. النادي الاهلي قسم المباراه بالظبط، لعب الشوط الاولاني بثلاث ديفندرات زي ما بلال قال، ما يدخلش فيك هدف في الشوط الاولاني تماما في الصفاقس في تونس. دي ماتشات انا ما احبش اشوفها تاني. هو ما احنا عايزين احنا هنشوفها. تفتكر يعني الشوط الثاني راح نحول طريقه اللعب. اكوتي منساه خرج في الدقيقه 40 لو دي 40 قسم المباراه حتى لعيبه الاهلي قاعده بتحكى، وراح منزل في 90 دقيقه، رغم ان طبعا فرحه عارمه بطوله، عشان كده عشان صعوبه البطوله بقت بطوله لا تنسى، والماتش ده ما بقى محفور في الذاكره والتاريخ. بس تبقى بتشوف 90 دقيقه كجمهور بقى صعبين جدا. علشان كده قلت لحضرتك يا بخت اللي هيتفرج على الاهلي وصن داونز وهو ما بيشجعش فريق من الاثنين هيستمتع، اما اللي بيشجع لا، الضغط العصبي عليه هيبقى صعب جدا النهارده. مع يعني طبعا عشان اهميه ماتش السبت صن داونز والاهلي ما غطيناش قوي الشامبيونز ليج، لكن النهارده زي ما قلت لكم في بدايه الحلقه في ماتشين مهمين جدا، اهمهم طبعا بايرن ميونخ وبي اس جي، مباراه العوده بعد ما تفوق البايرن في مباراه الذهاب في باريس بنتيجه 1-0. النهارده أليانز ارينا هيستضيف مباراه العوده، فرص وحظوظ كل والفرقتين الحقيقه من الفرق المرشحه للتتويج بالبطوله، واللي هيعدي النهارده تبقى فرصه كبيره جدا في انه يكمل المشوار. نشوف بلال واحمد اخبار ماتش النهارده معاهم ايه. احمد انا شايف ان بي اس جي هو اللي هيكسب النهارده. مفيش نيمار عارف، مفيش نيمار يقدر يكسب بايرن ميونخ في المانيا. فالمانيا عوده امبابي هتبقى مهمه جدا، واعتقد هتبقى سبب كبير في الموضوع. والله انتوا مديني امبابي ده اكبر من حجمه. لا لعيب كويس. لا 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 مجتهد. لا مجتهد. مجتهد. لا لعيب كويس قبل النهائي كاس العالم ولا بعد كاس العالم؟ انا مسميه الخارق بصراحه، الخارق في السن دوت، بيوصل للهداف التاريخي لباريس سان جيرمان، الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا، لاعب اثنين واخد بطوله كاس عالم ولاعب فاينل كاس عالم ورا بعض. لا لا امبابي يعني لما يوصل لسن رونالدو وميسي مرشح ان هو يتخطاهم كمان. لا لا مبابي انا بقول عليه الخارق. لو عندك صفقتين تختار منهم واحده يعني مجازا للفريق اللي بتحبه، تمام. مش هقول لك نادي الاهلي عشان اقول لك ازاي النادي الاهلي، بس يعني الفريق اللي انت بتحبه لريال مدريد. ريال مدريد بس واحده من الاثنين، تختار ايرلينج هالاند ولا تختار كيليان امبابي؟ وانا مغمض كده مبابي. امبابي امبابي على طول. امبابي لانه اصلا امبابي يعني اتولد عشان يلعب في ريال مدريد. بطريقه لعبه واداءه وكل حاجه. هالاند ممكن ما ينجحش في فريق الاثنين، ممكن ما ينجحش في اي فرقه، لان هالاند عايز السيتي تحس ان هي مرسومه عليه، كلهم بيهاجموا وهو ما بيتوصاش. السؤال الاخير بعد انتصار الساحق لليفربول في الانفيلد على مانشستر يونايتد، يقدر يكرر ده مره ثانيه قدام الريال في البرنابيو؟
لا طبعا مستحيل. لا طبعا مستحيل. محمد صلاح ابن بلد. لا انا اقول لحضرتك انت سالت على صلاح سالت على لا انا اقول لك على حاجه بغض النظر سالت على ريال سالت على ريال مدريد قبل ما تسال السؤال ده صعب جدا. نورت الدنيا نورت الدنيا. نورك يا احمد. شكرا جزيلا احمد مصطفى وبلال محسن المتالقين كالعاده استمتع جدا بوجودهم معانا في سادسه. شكرا ليكم. شكرا استاذ احمد. باذن الله لقاءنا اللي جاي ان شاء الله باذن الله نبقى بنتكلم على تخطي الاهلي لسان داونز وفرص ان شاء الله للمنافسه. نروح لبعيد شويه بقى عايزين نخلص من دور المجموعات بس ان شاء الله نعدي عقبه سان داونز وبعد كده لكل مقام مقام. اشكركم مره ثانيه وبشكر حضراتكم على المتابعه وعلى كل خير. دايما نتقابل في السادسه. تحياتي ليكم.